استعاد الثوار اليوم السيطرة على بعض النقاط على جبهة الملاح شمالي حلب، كانت قوات النظام قد سيطرت أمس عليها بتغطية جوية ومدفعية. وأعلنت حركة نور الدين الزنكي في بيان لها عن مقتل 60 عنصرا للنظام وميليشيات مساندة له خلال مواجهة مع الثوار، بالإضافة إلى تدمير مدفع وجرافة. وجاء في البيان خبر مقتل قائدين عسكريين في حركة نور الدين الزنكي، هما أحمد نصيف وعبد الهادي عبد الوهاب، خلال المعارك على جبهة الملاح. وكان بيان مماثل للحركة أعلن الأسبوع الفائت عن مقتل عدد من قوات النظام خلال مواجهات مع الثوار بعد تسلل 50 عنصرا إلى جبهة الملاح. ولتفاصيل أوفى معنا عبر سكايب من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة. أهلا بك باسل، ما هي آخر حصيلة لعدد الضحايا في أحياء حلب وريفها؟ طيران كعادته الروسي والسوري لم يهدأ ولم يفارق أجواء مدينة حلب وريفها على الإطلاق في اليومين الماضيين. البارحة عند الإفطار تقريبا استهدف الطيران الروسي بغارتين حي المشهد، مما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وجرح أكثر من 15 مدنيا ودمار كبير بالأبنية السكنية. اليوم صباحا طبعا استهدف الطيران ب4 غارات حي مساكن الفردوس، مما أدى لأضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين، وأيضا حي السكري الذي استهدفه بغارة جوية وحي مساكن هنانو طبعا أيضا غارة جوية، وأيضا طريق الكاستيلو الذي كثف عليه الرمايات النارية من المدفعية من تلة الشيخ يوسف وتلة حندرات، وأيضا من مدفعية وحدات حماية الشعب الكردية المتمركزة بحي الشيخ مقصود. طيب بس ما هي آخر التطورات على جبهة الملاح، وهل سيطر الثوار على نقاط جديدة؟ نعم أحمد، على جبهة الملاح طبعا المتاخم بطريق الكاستيلو طبعا اشتباكات هي الأعنف منذ مدة تقريبا على أطراف مدينة حلب. في هذه الجبهة شنتها قوات النظام المدعومة بالميليشيات الشيعية الأفغانية والعراقية، وأيضا الطيران الروسي الذي نفذ أكثر من 60 غارة على منطقة الملاح، وأيضا عدا البراميل المتفجرة والألغام البحرية. بالتزامن مع الاشتباكات التي شنتها قوات النظام وبدأت بالاقتحام على منطقة الملاح، طبعا سيطرت على عدة مواقع كان يتمركز بها الثوار، لكن الثوار شنوا هجوم معاكس واستطاعوا أن يدمروا عدة آليات للنظام وأن يستعيدوا النقاط التي سيطرت عليها قوات شكرا النظام. جزيلا لك مراسلنا من حلب باسل أبو حمزة.